مساء الخير مشاهدينا، حلقة جديدة من نبض بيروت لمتابعة الملفات الداخلية وارتباطها طبعا مثل العادة بكل ما يحصل في المنطقة. يسرني أن أستضيف في هذه الحلقة الدكتور إياد سكري، أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية. مساء الخير دكتور، أهلا وسهلا. أنا مبسوط أنه أول حلقة معك، بتشرفنا. أهلا وسهلا دكتور. بدون رسميات أكيد، أهلا وسهلا. خلينا نبدأ بالجو العام اللبناني اللي يتسم بطابع الجلسات. يعني هلأ في نشاط جلسات، بدأ الأسبوع إذا فينا نقول بجلسة انتخاب الرئيس اللي لم تفضي إلى شيء، أو انتهى الأسبوع الماضي بذلك. امبارح شفنا جلسة نيابية، بكرة مرتقبة جلسة حكومية، ولكن النتيجة صفر على ما يبدو، يعني ما في تقدم على ولا أي صعيد. توصيف صفر فيها شوية احترام، هو ما دون الصفر مثلج. خليني لو سمحتي وإن بثواني تحية إجلال وتقدير لشهداء بفلسطين، يعني أمام أكيد اللي عم بيصير بغزة. بدك بلش بجلسة انتخاب الرئيس اللي هي من أسبوع، بدك نبلش نوصل لهالأسبوع؟ يلا توصيفك خلينا أكيد من حيث التسلسل الزمني. أول شيء، ما قبل الأجواء، ما قبل انتخاب الرئيس، كيف كانت الأجواء بالبلد؟ يعني كأنه ما ارتوينا من لغة التخوين والخيانات والغدر والتبعية وإلى ما هنالك. وللأسف كنت تحسي حالك كأنك بوطن بعده معلق، بوطن بعده مش ناضج، بوطن بيشبه كل شيء إلا أنه التسمية هي وطن. فعشنا وصار في تحذير كتير، هذا التشنج، هذا الاحتقان، هذا الحقد من كل الأطراف. البعض يتهم إيران، وإيران منا أولويتها لبنان، من باب أنه حزب الله هو اللي بيهتم بيقوم بالملف، يعني مهتم بالملف. البعض اتهم الامريكان، والامريكان بعدهم يعني بعدهم متابعين عن بعض، مش عم اقول انه هن عندهم براءه. البعض اتهم السعوديه، وصار يقولوا هلا بتضغط السعوديه على بين جويمي على النواب السنه. اثبتت كل الوقائع، بعض المحللين وبعض المتابعين دائما بياخذوا باتجاه هاي اللغه، بعد ما زهقنا منها. احنا من ال 75 رسمونا، حطونا حدود، احيانا طائفيه احيانا مذهبيه، فوتونا بعصبيات. ودائما قصه لغه التخوين صارت لازمه، بالشعر بيقولوا احيانا في لازمه التكرار. فكل ما بدنا نعمل حاله احتقان للناس، ناخذهم من منحة لمنحة، منفوت بلغة التخوين. بس مين يلي عم بخون اليوم؟ الكل قبل عم لغة التخوين صارت بإطار مباشر وصولا. يعني كان جو انه والله بالتالي الوزير فرنجي هو ورقة، التوصيف عم بحكي مش ورقة سورية وتابع لسوريا، وهو جهاد أزعور هو وصلت الاتهام ورقة صهيونية حتى، يعني لهالدرجة ورقة صهيونية. لا، وجاي لينفذ أجندة الصندوق النقدي الدولي بحكم وظيفته. نحن من ناقد حالنا، نحن اليوم بالبلد ماشيين على وصفة الصندوق النقدي الدولي، بنحب أو ما بنحب، أو نتمنى أن يرضى علينا صندوق النقد الدولي ببرنامج أو لا نرغب. آخر شيء، الكل مثل عم تفضلي كمان، مش يا ريت نتمنى، في ترجي انه بركي، لانه الصندوق النقد الدولي بيوصف يعني بيمشي ضمن منهجيه، بيعمل دياجنوستيك توصيف وبعدين بيقول هذا العلاج. نحن كلنا بعدنا عم نطلب منه انه العلاج والحل، ووصولا لاخر شيء نتهم جهاد. انا عم بحكي بامور بطريقه فيها شيء من الشفافيه، فممكن انت عم بتجمل امور شوي، عم بتخفف من وطأتها شوي. بس اللي صار، يعني الجلسه اللي صارت، خلينا نحكي هيك وقائع من دون انه كلام بالمبهم، يعني بالمباشر اللي صار، الجلسه اللي صارت والنزول اول مره
من فترة إذا فينا نقول، من بعد جلسات ما كان فيها انتخاب، فقط كانت هيك جلسات لعقدة فقط، كان في مرشحين تم اختيار بيناتهم، كانت النتيجة بغض النظر عن الورقة الضائعة أو الصوت الضائع، كانت النتيجة 51-59، الطرف اللي حصد وحقق ال 51 صوت اعتبر حاله رابح، أو على الأقل وصف النتيجة بالتعادل السلبي، وكلنا بنعرف يعني 51 ما بتساوي 59. أنا ست نتالي كنت فايتة هذا المربع اللي عم تحكي فيه حضرتك، بيهمني أنا أنه أنا سلط الضوء على البعض، حطنا بجو كتير تخوين، لأنه مثل بقول بركي نتعلم آخر شيء كأنا كإياد وقت بدي أجي وعندي بعض المتابعين لنحس ونسلط الضوء أنه كل مرحلة البعض وقت بياخد بهاي أجواء، هاي أجواء هي مفتعلة مصطنعة وبعيدة عن الوقائع. نجي للجلسة 59 51 بالنسبة لإلي، حتى لو الوزير جهاد أزعول أخذ 65 و66 النتيجة زيتها، من أي ناحية؟ الوزير الفرنجي لو جايب 65 النتيجة زيتها، قصدك أنه ما كان حيصير في دورة تانية وبنهي إذا ما في اتفاق بالبلد، في واقع البلد البعض ما بيعرف واقع البلد، تركيبته طوائفه مذاهبه، انا ما هذا انا ما بيشبهني بس هذا واقع البلد. صح. اخر شيء في عندي قوى منا راضي على الرئيس سليمان على الوزير فرنجي، هلا بنقول ليش قوى بالتالي راحت باتجاه جهاد ازعور. هلا البعض اعتبر انه والله تقاطع كذبه تفنيصه كذا، بالسياسه وللاسف السياسي ما بتشرحي النوايا، اخر شيء بالشكل، انه بالشكل في مجموعه تؤيد هذا الشخص، فرض معادله بدي اقول اقله، خلينا نروح للاخر انه تعادل اقله، يعني حتى هذا الصوت او 8 اصوات، اخر شيء بالمعادله في قوتين بالبلد بس ما في تعادل. لا انا عم بحكي من يعني هذا الصوت اللي تم الاستخفاف فيه ايضا، بعتقد الميثاقيه اهم من الارقام، عم احكي بهيدا المشهديه، عم احكي بمشهد ال 51 وال 59. لذلك انا عم اقول لك ستنا التالي، لو جيب 65 جهاد ازعور وما في ولا صوت، خلينا نبسطها اكثر، قصدك تقول فرنجيه بلا اصوات المسيحيين، ازعور بلا اصوات الشيعه، ما بتزبط اثنيناتهم تعادلوا من هالناحيه، نتيجه زيده، بس كانت بارومتر، كانت مقياس، كانت كريتير معيار لشو المرحله وبعدين نكست شو فيه. بالتالي ايه شو دلت؟ نكس شو فيه؟ شو المطلوب؟ انه لا هيدا حيقدر يوصل ولا هيدا حيقدر يوصل. وانا على هيدا البلاتو باكثر من اطلاله اعلاميه مش عم بحكي تمنيات، انا عم اعمل اخر شيء عم شرح المشهد قدامي. هلا بتقولي لي القوى المسيحيه اذا وافقت، لحد الان انا وياكي بالقعده ما في قبول ابدا، مش قبول، ما في مرونه، يعني لا التيار وطن الحر، لا القوات اللبنانية، لا الكتاب، وإلى ما هنالك. وحتى البعض اعتبر هذا التقاطع هو تفنيصة أو كذبة، ما هن يتقاطعوا كرمال سليمان فرنجي بغض النظر، هلا عم يحكي وقائع، فبالتالي حتى إذا في بوان كوما، في نقطة، يعني في نقطة مشتركة، في رفض لرئيس سليمان فرنجي، يعني حتى بدي افترض، ما أعطي فرضية مع السياسي، أسلوب الفرضيات هو غير منه منهجي. حتى اذا هلا بيرجع الوزير سليمان الفرنجي بتتمسكي فيه، واذا بدي افترض الوزير جهاد ازعور افترض اعتذر، كمان حتشوفي زيت النتيجه، لانه في رفض للرئيس سليمان للوزير سليمان الفرنجي، بالتالي مصر تعطيه لقب الرئيس، بالتالي حنروح لزيت النتيجه، الاسلوب زيته، الطريقه زيتها بدها تودي للنتيجه الزيت. فلذلك بالشيء انطلاقا من المنطق والوعي، بس مين يلي مش محترم الميثاقية اليوم؟ خلينا ننطلق من واقع وناخد أمثال سابقة حتى ونسقط الموضوع مش بس على قصة الانتخاب، على ممارسة السياسة من باب العريض، من باب الحكومة، خلينا نحكي اليوم
الحكومة تصر على الاجتماع جلسة ورا جلسة، هيدا عداك عن مراسيم عم بيمضي ويقع رئيس حكومة تصريف الأعمال أو رئيس حكومة المستقيلة نجيب مئاتي من دون الرجوع لمجموع الوزراء اللي هن أصلا مجموعين بياخدوا صلاحية رئيس الجمهورية. نحن بغياب رئيس جمهورية تصرف على هواه مدعوم من ثنائي أمل حزب الله. بالماضي وقت انسحبوا الوزراء الشيعة من الحكومة اعتبرت غير ميثاقية ولم تكن أبدا تجتمع واتخذ قرارات، وكان في دعم أقله من التيار الوطني الحر الطرف المسيحي الأقوى بوقتها لهكذا قرارات، انردت بطريقة كليا مغايرة. هون كيف تفسر الأمور؟ ليش هالقد عم نضرب الدستور بالحيط ونمشي؟ إحنا إذا أسقطنا صفة الموضوعية على تشريح المشهد قدامنا فتركنا، أنا عم أحكي بالنسبة لي، تركت عاطفتي وحسيسي ومشاعري على جنب، وبالتالي بدي أحكي بالمشهد الموجود بالبلد. الكل مقصر، الكل مخطئ، كل واحد عم يحاول بما تبقى من وطن عم يحاول ضرب هذا الوطن. يعني احنا بجلسة، بما انه حكينا شوي على جلسة انتخاب الرئيس امبارحة، الجلسة اللي هي إلى علاقة، خلينا نحكي شو هي بنودة إلى علاقة برواتب الموظفين. قصدك جلسة التشريعية؟ مش انتخاب الرئيس. لا قصدي خلصنا موضوع جلسة تشريعية، تشريع الضرورة، لنحمل هذا التقاطع مع الجلسة البكرة أو جلسات الحكومة. شو بنودة؟ كان بنودة موضوع رواتب الموظفين، اعتمادات. وخلينا كمان عم نقول رواتب بخجل، لأنه أنت بتعرف اليوم وصل، لا تساوي شيئا، وصل وضع الموظف العام بموظف الدولي بالبلد لحالة حزينة. هذا بالشكل بالمضمون، شوفي البعد النفسي اللي عنده، شوفي بعد إلى علاقة بثقته بحاله، البعد إلى علاقة بمناعته. يعني اليوم أنت وقت تشوفي أمام موظفين معاشه مدير عام ما بيتجاوز $200، بالتالي إذا جيتي لتشرحي أو لتتعمقي بشو ممكن تداعيات هذا الوضع، بالتالي أنت أمام لدرجة امبارح تلقينا اتصال على الهواء من عميد متقاعد، أنا وظيفة ناطور، وظيفة ناطور مع احترامنا لهذه الوظيفة، ولكن هيدي نتالي، لأنه حضرتك قلتي هاي المثل المهم. هيدا دائما انا بقوله، في شيء اخطر عم يعيشه البلد، وما بعتقد في ازمه شبيهه للبنان من اي ناحيه. في ازمات اقتصاديه والى ما هنالك، بس ما في ازمات ناس عندها مصاري ودائع بالبنك ما عم تقدر تحصل عليها. اكيد ازمه شملت الكل من الفئه الاولى الى ما هنالك. فبالتالي امبارح الجلسه شو كان بنودة؟ في اطراف رفضت، طيب حجتها الدستور. اوكي، برجع بقول وقت انا بكون انا وياك هلا عم نحكي مقدمه إلى علاقه بهذا البعد الانساني والاخلاقي لرواتب ما تبقى او فلول بالمعنى المجازي رواتب الموظفين، وتحكي بالدستور. ما في شيء، في شيء اهم. معك حق بحالة واحدة، إذا كانت هذه الحكومة عندما كانت قبل ما يكون في فراغ عم تجتمع لتسير شؤون الناس، ولكن هلأ اجتها الهمة. أيضا مجلس النواب حل محل تقصير الحكومة، هون منفهم. ولكن يعني إذا بدنا نحكي عن الحقوق، ليش بعد لهلأ ما انمضى المرسوم اللي أفرج عنه الرئيس بري، وقف عند الرئيس مئاتي عم نحكي عن ترقية الضباط؟ تركيت اللي هو بكرة. يعني هيدا خليني خلص من مشهد امبارحة اجتماع مجلس النواب ورفض الأطراف، أنه مجلس النواب هو ما لازم يكون عنده مهام، مش مهام تشريعية، لازم يكون عنده مهام انتخابية، لأنه الرئيس في فراغ، وهذا بمكان ما في صواب. خليني أقول نقطة هون، أنه جاي الأيام تنصف حالي كمان. نروح كمان حوافز وزيادة مصاري كتير للموظفين القطاع العام، ومنهم أنا، وننبسط أحيانا ومسرورين مثل بيقولوا له لحس المبرد بعد فترة
وقت بيكون في هذا العرض الكبير للمال والسيوله بصير عندك بتعرفي الاسعار ما يسمى بمعدل او سعر العمله شو بصير فيه. تضخم. هذا صار بسلسله رتب الرواتب، قديش انبسطنا وعملوا رشوه قبل الانتخابات، ولانه اخر شيء كم شهر بينت مفاعيله ما بيعرف اخر شيء. انت عم تيجي تعملي له حاله اشباع لحاجته الذاتيه بمكان ما، فكثير كنا مسرورين. بعد فتره شوفي وين وصلنا. كمان اذا مرحه ببارت ما زيادة الحوافز، مع العلم هي شملتني لالي بس انا لاني الجامعة اللبنانية الجامعة، بس صحيح. انا تكون موضوعي اذا هاي ما كانت ضمن رؤية ضمن دراسة، مش بتكون بطريقة عشوائية. انا هلا بعد كم يوم بنبسط بهاي الحوافز، بس بعد شهر بدفع حقها، وهذا اللي صار بالبلد وسلسلة رتب الراتب. كمان اللبنانيين يعني خليه يصير عندهم جدار او عوائق، من الصعب تجاوز هذا جدار الوعي عندهم بعض السياسيين. امبارحة بالتالي في قوى سياسية رفضت انها تشارك. أوكي. بكرة الحكومة، هون ممكن احكي شيء يعني مو مستحب عندك، بس انا بحب بالعكس انه بكرة كمان في اطراف، ما حتشارك، اللي هي يعني امبارحة القوات اللبنانية مع بعض شو ما بدك سميهم تغييريين الى ما هنالك رفضوا. بكرة اجتماع الحكومة في رفض مطلق، وحتى هذا البند اللي عمل خلاف كبير وهو ومسافة ما بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وحتى امبارح الوزير جبران باسيل حكي بحديثه امبارح كرره أكثر من مرة، مع العلم أنا بعتبر أنه الخلاف هو هذا الموضوع بند، بس البند الأساسي هو موضوع الخيار له علاقة برئاسة الجمهورية. بكرة التيار الوطني الحر بعتقد، مش بعتقد، هذا مبدا اخذه ما راح يشارك انه يقاطع. انا كمان اللي بتوجه بكل تواضع وتقدير ولياقه للوزير جبران باسيل، كمان ما فينا نرفض بالمطلق اذا ما كان اذا كان في بنود اساسيه، يعني لانه المشكله مش مشكله اذا كان في بنود اساسيه بده يكون في بند اساسي، بس عم بيتم تهريب الاف البنود. انا بروح وجد الاعمال فضفاض كوزراء مش ضروريه، يعني كوزراء بسلط الضوء على تمرير عم تمرر بنود اللي هي تبري خلينا نعتبرها سنويه على بخفايا اذا صح المعنى، البنود الاساسيه. شو الضروري اللي بده يطرحه؟ عم يصير بس دكتور خليني بس ما تمرق هيك الفكره، شو الضروري اللي بده تطرح الحكومه؟ اول جلسه دعت لها لطرحها لحل مشكلة، بتذكر يمكن خبز شو نحل، الدواء والمستشفيات شو نحل، بعدنا لهلا بنسمع صرخات الناس اذا في دواء غالي واذا ما في دواء بيكون مقطوع وسوق سوداء، مستشفيات ما حدا قادر يتحكم، وجلسة للتربية لهلا بعدهم الاساتذة عم بيهددوا انه ما رح يروحوا على الامتحانات الرسمية، يعني الجلسات اللي عملتها الحكومة ما عطت نتيجة، فعشو بعدهم عم بيعملوا جلسات؟ منطلق من هون يعني بيكون الاب بالبيت عنده القدرة والأهلية يشتغل وما بيشتغل، تارك بنته تشتغل، بس ترجع بنته بيصرخ وبيعيط عليها بيقول لها ليش عم تشتغلي؟ البلد في فراغ رئاسي اللي هو البنيان الأساسي، بالتالي أنا ما بيعود. مين قال لك أنا معجب بأداء أو سلوك أو أسلوب أو نوايا رئيس مئاتي؟ على قد عم بحكي كمواطن بالبلد، أنت تاركي البلد، بتاركي البلد مثل ما شيء عام، ما في انتخاب رئيس ما عم يصير. طالما انتخاب مش عم يصير، من الطبيعي والبديهي رغم كل الاساليب قد تكون احيانا العشوائيه او تمرير بنود اللي انت عم تفضلي، بتصير شيء طبيعي وقت اللي انت مش ثغره، بس انتخاب الرئيس اللي هو اخر بالعالم العربي، اجمل شيء بلوحه لبنان انه هذا الرئيس لانه من دين معين بعالم عربي معروف شو تركيبته. انت لحد الان حصلنا اكثر من 8 اشهر بلا، على فكره مثل ما انت قلتي الاي سي خفيف، تم فكروني كمان لا بس انه لانه انا بس احنا ما بين انا عم بالغ ايه شوي، وانا فبدي اقول شو رايك ناخذ بريك؟ لا 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 انا ببقى لا 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 مش كرمال هيك، بس هو صار وقت البريك، ناخذ بريك ونتابع ما يقولوا افتكر لا 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 ناخذ بريك مشاهدينا وبنرجع بنتابع حلقتنا لليوم.
نعود مشاهدينا لمتابعة حلقتنا من نبض بيروت، وبرجع برحب فيك دكتور سكرية. بدنا نتابع فكرتنا غير قصة تخطي الدستور غير الايسي يعني. غير اكيد بغض النظر، شو يعني المنتظر من جلسة بكرة؟ وراح يضل الاجواء متشنجة، كل فريق عند رأيه، وحتى في اشارات بما انه ذكرنا قصة مرسوم الضباط وترقية الضباط، ذكر أنه الرئيس مئاتي رح يوقعها حتى لو غاب وزير الدفاع، وحتى لو كان في خلاف مع قائد مش الجيش. حتى لو غاب تخمين وقعها خلص برجع بقول لي خلص مش الحال بظل الفراغ الرئاسي شو من كان بظل الفراغ الرئاسي ما بتقدري يصير عندك انتقاد كبير وبناء بموضوع الحكومة عم تجتمع وتمر إلى مهلك. برجع بقول لك هيدا البلد اللي هو فيه رئيس اللي هو بالدستور رئيس مسيحي، صلنا أكثر من 8 أشهر نحن من دون رئيس. أنا خوفي وقلقي إنه الأمور تبقى بظل هذا الفراغ، وبالتالي حتى البنود ناتالي، حتى البنود الأساسية ما بتعود. كل ما بصير اجتماع الحكومة تمرق حتى البنود الغير أساسية والعادية يعني، بس كأنه هو الهدف هيك، ما أنا إنه الأمر معي والحكم أنا معي وأنا قادر سير كل شيء من دون وجود. أنت ساهمتي من حيث تدري أو لا تدري، بنية أو من دون نية، برغبة أو عدم رغبة، نوصل لهون. صار شو البلد؟ البلد اليوم أنت حكومة ما عندها ما يأخذي، ما في ثقة، حكومة تصريف أعمال 100% أصلا الثقة اللي أخذتها مجلس نواب القديم مش مجلس نواب الحالي. فدائما وقت هاي الحياة وطبيعتها بيقولوا الفراغ، الطبيعة ما بتقبل الفراغ، دايما تتركي فراغ بده يجي حدا يعبي. وعلى سبيل المسحة الرئيس مئاتي جسده وطوله وإلى موليك بيعبي أي فراغ. هيك بتحس معبى الفراغ بمكان عم بيقوم بواجباته؟ ليه ما راح على بروكسل؟ ليه بعت وزير الخارجية؟ برجع من شو خايف؟ برجع بقول لك لا، عن جد خلينا نحلل. الرئيس مئاتي ليش ما راح على مؤتمر بروكسل؟ مش ملف مهم ملف النازحين؟ مش هو رفع اصبعه وقال للمجتمع الدولي اذا ما بتتصرفوا نحن رح نتصرف؟ وين صار هذا التهديد؟ هو اول شيء انت يعني انت عم تقولي على النجي الرئيس مئاتي، اخر شيء خيار رئيس مئاتي اجى رئيس حكومه. انا بفهم شو خلفيه سؤالك انه روحتوا لهونيك في قضايا إلى علاقه بموضوع رياض سلامه، إلى علاقه برياض سلامه والى مهلك. نحن عم يتهرب من مسؤوليته. اخر شيء ومين قال لك انا كاياد انا مع رئيس لا لا لا، بس عم نحلل انه نحن امام رئيس حكومه طرحتي ياخذ سؤال. البلد بقرارات ما بي انا مساهم، انا فتحت له المجال اللي خليني اذا بكره صار في انتخاب رئيس جمهوريه كيف بيقدر يسمح لحاله، او طبيعي انتظام المؤسسات بده يزيح هو وبيزيح بالكامل مشهد. وانا حتى بعتبر بالمرحله الجاي شوف هذا البلد قد ما كان في حاله من العشوائيه وحاله من الاغلاط والاخطاء والفساد، حركه الوعي نتالي دائما تصاعديه بتاخذ وقت بطيئه. انت امام مرحله جديده بالبلد، كثير اشخاص عليهم علامات استفهام ما حتشوف فيهم، هاي طبيعه الحياه. كيف اذا انت بظل العالم صار ما حشوفهم كيف يعني؟ ما في اخر شيء. هلا شوفي شو بيستفيد اذا ما تحاسبوا؟ هلا المحاسبه هون البيت القصير، بس بقصد انت دائما عم تروحي على بروفيل او بروفايل طبيعه الحياه وتطورها، بالتالي بدها تهمش البروفايل اللي عليه علامه استفهام. هلا انت طرحت علي السؤال بما يخص انه بالتالي هل الحكومه وقت بتجتمع، انا عم اقول لك في بنود قد تكون منا أساسية. برجع بكرر ما بكررها كذا مرة، بظل فراغ رئاسي، ولذلك القوى بالبلد إذا ما اعتبرت هذا النموذج اللي هو هذا البلد والوطن حيخسروه، ممكن هذا الفراغ يطول. وبالتالي ما عندي شو بقدر أقول، حكومة تجتمع أو شارك حزب الله. طيب حزب الله أنت بتعرفي، خلينا مش بصدد دافع عن حدا،
حزب الله من الأسباب الرئيسية بهاي الهوة والمسافة بينه وبين تيار وطن الحر، انتقاد تيار وطن الحر بمشاركة حزب الله بحكومة تصريف الأعمال. حتى امبارحة الوزير باسيل قال نحن بال 2006 حتى هو نزل قال ضامن وقت حكومة رئيس سنيور، يعني قديش وقت كانت سميت حكومة الحكومة البتراء مبتورة أو البتراء. بس اخر شيء حزب الله بما كان ما اعتبر انه في بنود معيشي، في بنود إلى علاقه بوضع الناس الى مهلك، فبالتالي اضطر يشارك. مع العلم ما هون بيت انا بس انا مقهوره من شغله كلبنانيه فقط مش كصحفيه. لو حققت شيء هالجلسات للناس عال، بس شو حققت؟ ما في انت بعدنا بازمه ولا لا؟ البلد شو حقك؟ البلد كل الوطن كله معلق، يعني هي اصلا اسمها حكومه تصريف اعمال، ما فيها في بنود معينه فيها هي تقاربها، غير هيك ما بتقدر. انا اللي بدي اقوله، انا مين قال لك هذا المشهد او هذا الواقع انا عاجبني؟ انا عم اقول لك، وحتى دائما هو رئيس مئاتي هو بيجاوب دائما بيقول انتخبوا رئيس وانا بالتالي لا تريحوني من هاي الانتقادات وهاي الملاحظات. حزب الله مشاركته انا اللي بدي اقوله، انت بسؤالك المهم اللي طرحتيه جمعتي قلتي هاي الجلسه اللي صارت انتخاب الرئيس، جلسه امبارحه، جلسه بكره، بما كان ما اذا جينا نشوف هول قدامنا كصوره، بعض القوى هون ما لعبت دورها بالكامل مثل امبارحه المقاطعه، يعني حتى اعتبروا. طيب سؤال، انت بتعتبريها حكومه تصريف اعمال وحكومه ما لازم تقوم باي بتاخذ اي قرارات؟ طيب امبارحه بعض القوى اللي قاطعت قالت موضوع الاعتمادات والمعاشات للموظفين خلى الحكومة هي تقوم فيها، صح ولا لا؟ بارحة القوى وأنا كنت عم تابع قالت هذا البنود هي منه بيقدر مجلس النواب ما هو يشرع يعمل تشريع تقدر الحكومة. طب أنت مكان ما حيث لا تدري عم تعطيها الشرعية كاملة للحكومة، وكأنك عم تقولي لها بالتالي كل عم تقومي فيه خدي دور مجلس النواب أيضا. فنحن عايشين نتالي بحالة تناقض، نحن ما عارفين شو بدنا، شيء طبيعي. أنت منك بمشكلة عادية، لأنه في شد حبال، منك بمشكلة عادية بالبلد، في مشكلة أول شيء حالة في كنا عم نقول التخوين، الحقد، الكره، وعدم تقبل رأي الآخر بس والمؤسسات. بس دكتور بلحظة بلحظة انقلبت الأمور، يعني وقال امبارح صراحة رئيس التيار 17 سنة نسفوا بشهر 17 سنة. طب بالتالي يعني مين المسؤول عن هذا الجو اللي وصلنا له؟ هيدا اللي بدي آخر شيء، هي كان منطلق وأساسيات علاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر ووثيقة التفاهم. من الخطأ أو من اللا صواب انه حزب الله افتكر التيار الوطني الحر حيفكر مثله ويتصرف مثله، والتيار الوطني الحر افتكر حزب الله، يعني حزب الله افتكر انه عقيدته حيتبناها التيار الوطني الحر بالكامل، والتيار الوطني الحر افتكر انه هو بمنهجيته حيتبناها. اخر شيء العلاقه بمكان ما في شك عملت كانت لبنة بترسيخ بناء الوطن، بس بمكان ما لا انعطت أكثر من حجمها بوقتها. والدليل عم تتفضلي في يوم وين وصلنا، يعني معقولة مثل عم تفضلي ب 17 سنة نوصل للغة التخوين بشكل لافت بشكل كتير كبير، ومن هون إعادة النظر. يعني صرنا بهذا البلد يعني العواطف ما لها طعمة والأحاسيس والمشاعر، وصرنا بعد القنوات هون نشوف التبني كل شيء له علاقة بالفالير قيم المسيحية وهون قيم الإسلامية تاري كذبة. بعد كم يوم أو بعد 17 سنة رحتي لمرحلة ما عاد انه يعني ما عاد بدك تحافظي على وثيقة التفاهم، صرتي خايفه ما توصلي لحرب ونزاع ومشكله وكذا مذهبي طائفي، ايه، لانه هاي المصطلحات خطيره وللاسف. بس مين استعملها بدايه؟ هون الملامه عند مين؟ هون بدي اقول لقطه للاسف، بيقولوا اي انسان بده يحاول بالحياه
يكون عنده أمل، بده بمكان ما ذاكرته يعمل لها بلوكاج، أو ذاكرته، لأنه دائما كل ما بنرجع للذاكرة بيكون نستحضر فيها، الأيام السوداء. نستحضر فيها لأنه فيها الألم وكذا. نحن دائما بهذا البلد لذلك ما عندنا تاريخ مشترك، يعني أنت ملاحظة أنه بالمدارس والجامعات كل واحد عنده بيقرأ التاريخ، مع العلم إذا جيتي من وجهة إذا نظره. جيتي لإلي كل اللبنانيين كلهم بدون استثناء، إذا بدك تعملي، إذا رجعنا للماضي، السجل العدلي أو شهادة حسن السلوك أو أو أو، كله بيطلع أسود. خلص هذا الكتاب حطوه على جنب، كل واحد غلط له فصل، كل واحد له فقرة، كله غلط. خلص ما كل مرة ترجعونا، بس ما مش كل مرة ترجعونا للماضي، مش كل مرة بالماضي. نعتبر عفى الله عما مضى. ها السياسة نعم اللي عم تتبع بلبنان سيئة جدا. ليش؟ لأنه وقت يعني وقت أنا ونتالي وزوجها شربل بصير في صداقة، منقرر ننسى هذا التاريخ. بكرة أنا ونتالي قاعدين بصير تباين، تباين بالرأي، وهذا شيء طبيعي. بنرجع لهي الذاكرة وعشوائي بنقتل بعضنا. لا، ذاكرتنا كلنا بالبلد كلنا بدون استثناء عاطلة، كلنا سوداوية. خلص حطوا هذا الكتاب الأسود على جنب، وحاولوا هلأ تفتحوا دفتر جديد. لما أقول شيء دفتر جديد، لا أنا عم بحكي من كم يوم انفتح دفاتر، أنا عم أقول انفتح اتفاقات وبني حصن استراتيجي مية مية. أنا عم أقول ودفع حقك كل طرف من ميلي أقله نتالي. أنا نتالي أنا بالصف بقول لطلابي أقله اللي بقدر أثر عليهم على حلقة الضيقة، بقول لرفقاتي بقول كذا، أنا بتأثر فيهم هني بتأثروا فيه، وأنا هيك أفكر. مثلا موضوع العد، كفى البلد هذا. انا بضيعه نص اسلام ونص مسيحيه، افتخر من هاي الضيعه صدقا بسبب هاي التركيبه. صحيح. بهاي الضيعه انا ما بعد كان فيها مسيحي، لانه معظم المسيحيين تركوا الضيعه واجوا، مثل ما الاسلام تركوا الضيعه. انا بشوف كان فيها مدرسة من أهم المدارس بضيعتي، النخبة الموجودة. هذا البلد أهميته بهيدا التنوع، بس مش وقت بس مش بالشعر بدل بدي أقوله مش بالشعر. أنا وياك طب على الأرض نحن اليوم محترمين هذا التنوع، المسؤولين محترمين استعادة الحقوق اللي حكى عنها أيضا رئيس التيار، هذا يعني التعب اللي بذله مع المقاومة لاستعادة حقوق المسيحيين. تنصف اليوم بعدم احترام رأي المسيحيين بأهم ملف وأهم نقطة انتخاب الرئيس، ليش؟ هيدا السؤال الأساسي. شو عدم بدأ؟ أنا بدي أسمع لحالي، هيدا الكيمياء بالنقاش بيني وبينك. كمان إذا بنوسعه كمان عندك أطراف، يعني البعض اليوم اللي بيحكي بالفيدرالية والكانتونات يرفض التيار الفيدرالي، يعني الوزير باسيل كمان هذا او تقسيم مرفوض. الفيدرالية فكره جيده بس لبنان ما بتزبط عليه، يعني بس مش اكثر فكره جيده فكرة اداريا، يعني معلش في انت بتعرفي اليوم في مثل منهجيه وبلش ينشغل على الموضوع باطار انه نروح على الفيدرالي. وهوني كمان من هيدا المنبر من عندك كمان بدي اتوجه للوزير باسيل، واحيانا بيطالب باللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. هون اللي بدي اقول لك تكفيها. هذا اللي بدي اقول لك في برجع بقول بستأذنه بسمح لحالي، اخر شيء في فرق بين اللامركزية الإدارية واللامركزية المالية. اللامركزية المالية هي مصطلح يتناسب ويتقاطع ويتم إسقاطه على الفيدرالية. هو أنا بعد ما سمعته، أنا شخصيا ممكن مغلط، أنا سمعته باللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. إذا المالية هون بده، أنا عم أتوجه هلأ ب بس ليش؟ الإدارة مش مال؟ بس أنا كيف تعمل إدارة بلا مال؟ دلوقتي أنت بتفوتي على القانون الدستوري وبتعملي بتحكي عن أشكال الدولة، بتحكي عن دولة موحدة ودولة فيدرالية. بالدولة الفيدرالية بتأتي بمصطلح هو اللامركزية المالية، يعني أنت اللامركزية المالية هي
تعبير يتناسب ويتكيف مع الفيدرالية. بس هي ما بتعمل انماء متوازن، هي ما بتخلي كل منطقة عم بتدفع ضرائبها وكل منطقة عم تنتج وكل منطقة فيها مقومات تكفي حالها، وما اللي بيفضل عنا بتروح للمركزية يعني وتوزع على باقي المناطق. ليش تكون مناطق مظلومة على حساب مناطق ما بتعمل شيء وبتاخد حقوق؟ فيني امضي قدما بتطبيق دستور بالطائف بيحكي على المركزية الإدارية، قوي مهام وصلاحيات البلديات، بشتغل على طريقة، برجع بقلك هذا تباين ودي، ما عم بقول أنا، عم بقلك المركزية المالية هي من تداعيات أو من صيغة الفدرالية، لأنه أنت آخر شيء أنا عم بفهم شو أنت شو عم تقولي. آخر شيء اللي جباية الكهرباء بمنطقة معينة عم تكون صفر، جباية كهرباء بمنطقة معينة عم تتجاوز 50%، هول الإيرادات المالية كلهم عم يروح على مركزية الدولة. صحيح. هون بتعملي إنماء متوازن، هون إنماء متوازن بالمعادلة، حسب الوزير منا منطقية، وحسب رئيس الحكومة، وحسب النواب، 100% منا منطقية إنه اللي دفع كل الفواتير ودفع كل شيء ما ياخذ حقوق. الزفت بدي افترض، عم افترض 10%، واللي ما دفع شيء الزفت كمان 10%. بس هذا الموضوع نتالي، برجع بقول لك اذا بتجيبي اداره سويسريه على واقع بالبلد طائفي ومذهبي، مشكله نوايا. خلينا نكون واقعيين، بعدك تفضلتي وقلتي بوسيله التفاهم اللي صارت، وانا يعني كتبت عندي كتاب فبالتالي عرشت وتناولتها. طيب انت وسيلة التفاهم اللي صار لها 17 سنة، عم نشوف كلا الطرفين شو عم يكون ملاحظاته وانتقاداته. فبالتالي حتى انت اذا عملتي لا مركزية مالية، حتى اذا رحتي على فدرالية، اذا في هيدا الخلافات الموجودة العميقة اللي دائما بنربطها بالتاريخ، فلان صهيوني، فلان امريكاني، فلان ايراني، هيدا نتالي شو ما عملتي فدرالية او اذا بقيتي بالدولة المركزية، النتيجة واحدة بس تقلك. يعني انا اليوم عم بسطها، انت برأيك اذا نحن نحو لا مركزية مالية، يعني وهذا التعصب اذا بقي هو عامل وبقي غطاء للوعي، ما بتقدم وبتأخر. اليوم العراق، أنا بقول أحيانا العراق تاني أو تالت دولة نفطية في العالم، شوفي النتيجة شو هي. دائما وقت بتكون الإدارة ذاتها، النتيجة ذاتها، بدك تغير الذهنية المونتاليتي بالتالي بتغير النتيجة. ما عندنا نفط، نحن ما رحنا على ترسيم حدود وقايلين رايحين على غاز وكذا. انت اذا جيتي ايه عم ينحكى هلا قربت بقاب، يعني توتال مني خبير اقتصادي، فشي طبيعي انه البلد بما انه رايح على يصير دوله نفطيه، فبالتالي يصير في عندك تحولي من دوله مع خاصه بوجود صندوق وغيره لدوله انه في سيوله وفي مال. انا ماني مراهن على نتيجه ايجابيه، لا، لانه طالما الاداره ذاتها النتيجه ذاتها. بتقولي لي هاي الاداره كيف اجت؟ كمان بالواقع جيب الشعب، يعني حتى وقت بيطلعوا بعض التغييريين بيحكوا لك بمنظومه، كمان انا ماني عم بنظم شو منظومه. اخر شيء في عندك رجل سياسي الناس جابيته، شو بنعمل بهذا؟ يعني بنقضي على الناس لنقضي على هيدا المرجع؟ لا، بس حاسب تصرفاته اذا اخطا. انا وياك انا وياك بأول قضاء. انا عم اقول وقت نحكي على منظومه كلهم، يعني كلهم، وانا نزلت لانه انا بعتبر الثوره هي حاله وجدانيه. انت بالبيت وقت تكوني عم تعاني، يعني انت عم تعبري الى مهنالي، بس انا كنت وحطتها يعني عندي على السوشيال ميديا تما بالغ. انا ما كنت مع تعبير كلهم ضدهم، كلهم شو كلهم، انا ما فيك تحط كل بنفس. لا، اول شيء في منهم نضاف، لا ساعتها بتبرر المجرم او الفاسد. هي نتاج شعب، هذا الشعب ما هو منتخبه. ما حتى وقت الرئيس الفرنسي وقت اجى، حاول الرئيس الفرنسي اجى. شو رأيك نترك الرئيس الفرنسي والملف الفرنسي وهلأ ترقب بكرة يبدأ لقاءاته الموفد الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، والتقاطعات إذا فينا نقول السعودي الإيراني وكل ما يحصل بالمنطقة كيف رح تترجم بلبنان؟ بعد فاصلتين ونرجع من كافة حلقتنا. مشاهدينا خليكم معنا.
من جديد مساء الخير مشاهدينا، نتابع هذه الحلقة من نبض بيروت ونتابع من حيث توقفنا قبل الإعلان دائما مع ضيفي دكتور إياد سكرية. الوفد الفرنسي، كنت بلشت ترجع فلاش باك لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللي ما أفضت إلى أي نتيجة، حتى لو ضرب إيده على الطاولة، صرخ على اللي جمعه نحو طاولة مستديرة. اليوم في موفد فرنسي رح يلتقي يبدو الأقطاب يعني والمؤثرين بالملف اللبناني، يقال أن زيارة استكشافية، فإذا لشو جاي؟ قلت رئيس فرنسي بوقتها اقتنع، يعني حتى قيل أنه قال لهم طالما هاي الشخصيات وهاي المرجعيات السياسية هي نتاج الشعب، أنا ما بقدر أعمل شيء، روح بالانتخابات. ورجعت الانتخابات بشكل عام أفرزت زيت الطبقة. بالنسبة لفرنسا، نحن بنعرف أنه البطرك زار فرنسا وإجا قرار تعيين لودريان. هلأ فيكي يعني أحيانا البعض هيك ببالغ بقراءته أنه بالتالي مجرد التغيير فبالتالي في استراتيجية جديدة. أنا ما بسمح لحالي لأنه من باب تغيير دعم الترشيح الفرنسي يعني. أنا بعتبر وأنه جولة استطلاعية. شو استطلاعية؟ ما نحن صلن أكثر من 7 أشهر. هي المواقف معروفة. معروفة المواقف ومعروفة بالكامل. وخلينا نكون واقعيين، هاي فرنسا الأم الحنون اللي هي مكان ما. ليش صار اللبنانيين ضروري يعرفوا مصلحتهم وين؟ يعني ما كتير يفوتوا بالوجدانيات والأم الحنون. بس شو راح تقدم؟ هاي الأم الحنون اللي فاتت بصيغة بلبنان، القوى المسيحية الأساسية ضد هيدي الصيغة. يعني أنا عم بحكي قصدك الدعم يعني. كان قاربت الموضوع بمصلحة أكثر من لوحة لبنان. طب العودة على الخطأ فضيلة لبنان، هذا اللي بدي أقوله. هل المجيء إلى لبنان هو التغيير؟ هل في تغيير تكتيكي وبالتالي العين بعدها على الوزير فرنجي بحكم مصالح؟ اليوم فرنسا على مستوى الدولي، أول شيء على مستوى المحلي وضع الاقتصادي والأسعار وإلى مولي، على مستوى الدولي نافذة بوابة إفريقيا مسكرة. ملاقي بلبنان تمسكها بلبنان كنا قبل نفتكره وجداني عاطفي وام الحنون، بينا لا. وقت بيكون عندها مصلحه بتغير بكل استراتيجيتها. الاخر شيء انا بشبه فرنسا باحترام، انا ما بحب قلل من قيمه حدا، هي اشبه بنمر من كرتون. يعني اخر شيء في جوله استطلاعيه جاي، اخر شيء اللقاء الاهم هو وقت بده يلتقي مع السفراء الخمس دول اللي هن اصحاب القرار. السعوديه تعاطت بملف اللبناني بطريقه كثير ذكيه، وانا عند زميلتي كنوره قلت ما حتيجي السعوديه تضغط ولا على طرف لبناني وتقول له امشي بالوزير. بس ما افضوا شيء الاجتماعات اللي عقدتهم، لا الخماسي ولا الرباعي ولا بدنا الثنائي. بدنا نقول ذهنيه السعوديه الجديده بالتعاطي كان على مستوى الداخل او على مستوى الخارج هو سفر مشاكل. فبالمنطق انا عم حلل انه منا مضطره السعوديه تيجي تضغط على وتجيب رئيس بعكس اراده المسيحيين تخلق مشكله بالوقت اللي هي مقرره تكون قائد المنطقه. اخر شيء بتعمل بلبله ضمن الواقع اللبناني. فانا برجع بقول الفرنسي ما حيقدم ويأخر، والدليل الا اذا بلقاء الرئيس الفرنسي مع ولي عهد السعودي راحوا لصيغه جديده. اذا ما كان في صيغه جديده، بتقولي لي اياد في صيغه جديده، ما بسمح لحالي انا مثل البعض بقول لك والله جاي كانه هو كانه قاعد معهم بالاجتماع. لا ما بحب بالغ بهي الامور. التحليل اذا في مقاربه جديده بالتالي رايحين نحو حل، اذا المقاربه القديمه بعدها موجوده وهو بس الضغط ما بينفع، ما والفرض ما رح ينفع، ما بينفع ابدا. لانه اثبتت وبعتقد لاول مره نفوت بلبنه الاستحقاق الرئاسي. هلا بغض النظر انه هاي اللبنه فشلت او وصلت لافق مسكر وصار ضروري التدخل الخارجي بهن من وجهه نظرهم مش من وجهه نظري، لانه في قوى باللبنان. يعني حتى امبارحه الوزير بسيل وقت حكوه عن قائد الجيش قال حتى وان رحنا بسياق، انا بعتقد
قولي لي مين الرئيس المقبل؟ ما حاسمح لحالي اقول لك حظوظ مين عالي، ثابت عندي انه حيجي رئيس لا ما حيكون الا متناغم مع القوى المسيحيه كلها، ما حدا يفتكر انه حتى السعوديه او حتى حزب الله او 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 انه بالتالي ممكن نلعب على التناقض المسيحي قواتي والتيار الوطني الحر، وبالتالي نروح نحو خيار يكون عملنا انتكاسه او كسر لطرف. لا، وبالوقائع حزب الله اذا راحوا باتجاه قائد الجيش خسروا بالكامل ما تبقى من وسيله تفاهم. هلا مصلحتهم حقلك شيء منطقي بعدها واقفة على أجر واحد أميمي بتروح الأجر المظبوط، حتى ما على الضفر ما بتبقى واقفة. إذا جيت أحكي أسئلة منطقية، حزب الله بعد ما احتضن وتبنى وقف حد رئيس سليمان فرنجي، هل حيبقى رايح للآخر وصولا أنه يكسب الوزير فرنجي ويخسر بالكامل بتوصيفك الأجر الوحدة اللي لها علاقة بالتيارات الحر؟ أنا أستبعد الأمور رايحة. كان 59 و51 وقت لك بارومتر هو اللي بلغة المفاوضات والأعداد والجلسات، القوى اللي تبنى جهاد أزعور حتقول نحن أقوياء، واللي متبناي وزير فرنجي كمان قوية، بالتالي بظل توازن القوى بدك تروح على خيار الثالث. مين هذا الخيار الثالث؟ هل هو قائد الجيش؟ امبارحة بعد ما سمعته للوزير جبران باسيل بعد ما قال حتى وإن كان الأجواء الإقليمية والدولية وكان بقطر راحوا بتبني قائد الجيش رافض بالمطلق، هل هذا دلع أو دلع؟ ما بعتقد، لأنه بس ربطها بالفشل، ما راح يحمل لبنان مرة فشل جديد 100%. فبالتالي حتى حظوظ أو ما بدي فوت بتسميات، اللي بدي أقوله الممر حيكون هذا التوافق المسيحي اثنين سوا، يعني السعودي حيوصل لصيغة أكيد بالتوافق مع حزب الله والإيرانيين وإلى ما هنالك، باتجاه أنه رئيس القوى المسيحية أولا بدها إياه. بتقولي لي إياد طيب انه ليش ما بتتبنى وزير فرنجي؟ انا عم وصف فيه ما تبنيته لاسباب عديده، بالتالي بدك تروحي على مصير الوزير جهاد أزعور كمان، يعني مصيره مثل المصير بمعنى الايجابي، مش عم ازم او قلل قيمه حدا، مثل مصير مين كان اول اللي تبنوه المعارضة ميشيل معوض، مصيره المصير ذاته. ليش؟ لأنه كمان الثنائي حزب الله الحركة حركة أمل كتير علوا السقف بالهجوم على الوزير جهاد أزعور، أنه جاي نفذ أجندة الصندوق النقد الدولي، قصة أنه هو بحكومة رئيس سنيورة، قصة 11 مليار. مش حركة أمل ورئيس بري بيرفضوا صندوق النقد الدولي؟ هلا عم لك إيه، هني عم قول لك شو هالتناقض؟ بعد ما راحوا بهذا الاتجاه بكره ما راح يقعدوا كوافد يعني مع صندوق النقد؟ خلينا نكون واقعيين، ما في خيار. حتى بعض القيادات بحزب الله بدون ما سمي بمكان ما قالوا اذا في شيء منطقي عقلاني بيطرحوا صندوق النقد الدولي نحن بنمشي فيه، اصلا هذا البلد نفلس. خلينا احيانا الواحد مسروق بتعاطى بنرجسيه نتيجه الافلاس بسبب السرقه والنهب ولا مولالك، وقت بيكونوا مسروق منهوب حفيان بيقولوا عنا بالضيعه وضعه على الاخر، كيف وين بدك تتدلل على صندوق النقد الدولي؟ اعمل اصلاحات، ما عم تعمل اصلاحات كرمال صندوق النقد الدولي. بس اخر شيء السياسي بالبلد مثل الالكارت، وقت اللي بدنا هيدا الشخص بنعمله ملائكي والعكس صحيح. فبالتالي انا اللي بدي اقوله ست نتالي، الانتخابات النيابيه بخص رئيس الجمهوريه اللي صارت هي لا هي مقياس وصورة أساسية، مثل بالتالي لصيغة جديدة. هل بنوايا فرنسية؟ كانت بنية فرنسية أو لا؟ الرغبة الفرنسية فشلت
اللي هي رغبه اللي هي خلفيتها مصالح الى علي. شفت امبارح كان مدير توتال عند رئيس الحكومه، اخر شيء له علاقه بالمرفأ الى موليك، مصلحتها لفرنسا، بالتالي لذلك قاربت الاستحقاق الرئاسي بطريقه مصلحه. افتكرت القوى المسيحيه حتتقاطع بنفس مصلحتها، طلعوا القوى المسيحيه رفضت، ولذلك البعض بيجي كمان بيقول لك معقوله صار في تقارب بين القوات والتيار الوطني الحر وهن بيكرهوا بعض و و و، انه عشو بدك تتفاجئ؟ طبيعي انت من الطبيعي بالسياسه شافوا مصلحتهم وان كان تقاطع، بالتالي اللي يحققوا هدف ويوصلوا للتارجت اللي هن بدهم اياه من الطبيعي انه يلتقوا. هلا بيكرهوا بعض انا خي ابن عمي، انا خي ابن عمي اسلم تمك، انا اخر شيء بيكرهوا بعض، بيخونوا بعض، ما بيحبوا بعض اصلا. اللي تفاجئ وبعتذر على التعبير بيكون هو بعالم سياسي بعد بده شوي. بس ما حدا قال في اتفاق يعني بطبيعه الحال، كل اعترفوا انه على هيدي النقطه تقاطع وتحقق هدف بالتالي وهذا تحقيق الهدف اللي هو حيكون على اجنده. اذا افترضنا الجوله الاستطلاعيه اللي بده يقوم فيها لودريان بدها تكون هي المركز تقل بهيدا بالتوصيات اللي حيرفعها اخر شيء، هو الجي بده يرفع توصيات. انا ما كثير متفق مع هاي الفكره، التوصيات اصلا بعتقد شو يعني اوامر؟ صار رئيس الجمهوريه الرئيس الفرنسي صار خمين يعرف بلبنان اكثر من اللبنانيين يعني، بالتالي انه بس برجع بقول لك لانه هن متكلين او منطلقين على سند له علاقه امريكا السعودي، شو كيف ممكن يلاقيهم بالصيغه الجديده كمان بدك تحافظي على بس وجه دور امريكا على وجه فرنسا. بس امريكا يعني شو موقفها بهيدا اللعبه؟ لانه فرنسا امريكا اذا ضل في فراغ بالبلد، والبلد اليوم رغم انه بعض اللبنانيين مش كلهم تكيفوا انه الدولار ب 94,000، بس بعدنا عم نحكي على حاله الموظفين بالادارات العامه، بس هيك حاله كذا الامريكا صايره كفايه موقفين الدولار على الجدار. بكره اذا وقفت صايره اذا ضل في فراغ السؤال انه هي مفكره انه يعني بتكون مزعوجه. واخر شيء انت اذا بتعمل بتعتبر في مؤامره امريكيه، اصحاب البساط اصحاب هاي الزريعه ما تعطيها مبرر لامريكا وتقول انه امريكا انت بمكان ما الكل باسلوبهم وسلوكهم وتصرفاتهم وخيارهم وانطلاقاتهم والى ما هنالك بترك الفراغ، بالتالي إيه امريكا انا ماني ما كثير اكيد بدها الفراغ يبقى، لانه طالما الفراغ بيبقى طالما نموذج لبنان تقتلي النموذج لبنان يعني انت على مستوى الارض بتعملي هذا الحقد وهذا الاحتقان. بس بين في تطلعات من شوي قلت يعني اقتربت ترجمت ترسيم الحدود، وتوتال امبارح باجتماع وباب رح نبلش نشوف نتائج. بالنهايه هيدي الدول بدها تعمل مصلحتها، ما هي داخله بهيدا الكونسورتيوم. يعني هاي المنطقه ما فيها حرب، واذا اللبنانيين قتلوا بعض انه اخر همهم، او اللبناني بس عدم الاستقرار منه مناسب لامور تعنى بالنفط والاستثمار. قلت لك الامريكاني مبسوط بمشهد في فراغ رئاسي، اذا يعني اذا قال واحد عكس بيكون عنده خيال. هل السعودية أكثر شيء؟ ليش؟ لأن السعودية اللي عندها الطموح تصير قائد هاي المنطقة، تكون قائد هاي المنطقة، بدها استقرار بكل هاي المناطق. وخلينا نروح على منافسة حتى بظل تشجم الفريق السني، هذا بدي يعني كيف السعودية بدها ترجع تعمل شيف دور كاس بوجود ما في أداة بإيدها؟ مين 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 اليوم الأقوى سنيا؟ هيدا بيجي مشتت بلان بي. بس أول شيء السعودية منا مع عدم استقرار الواقع اللبناني، لأنه اللي عم يتطلع أو بده يترجم رؤية 2030 ويكون هو المرجع الأول بالمنطقة العربية، إذا السورية ومد إيده لسوريا، إذا حركة حماس واستقبلها، أنا برأيي كمان رايحين السعودية بتبني كامل، هن متبنين القضية الفلسطينية بشكل ملموس. اخر شيء ليكون ولي عهد السعودي بالذكاء اللي عنده يكون هو قائد ومرجع هاي المنطقه، وبلش
بلش وكمان بس هلا اثبت كمان بالنتائج اللي حققها بس انه بواقعية على القليل اللي وعد فيه نفذه بواقعية لشعبه يعني اقله بواقعية بغطاء اكيد وان كان نسبي امريكاني او غيره. يعني البعض انه اعتبر انه وقت اللي هو طلب الوساطة مع ايران من خلال الصين بالتالي هو ازعج الامريكان. شفتي امبارح وزير الخارجية، التقى وزير الخارجية اليوم العالم بعده البعض ما كثير عم يتقبل، بالصين يعني اليوم كله رايح باتجاه منافسة. خلينا نتنافس لانه عم طموح لنعمل ننقل الناس لحاله اللوكس الرفاهيه، بالرفاهيه بدك بالتالي خدي على منافسه، ما نطلع من منطق الحرب بشكل كامل عم بحكي انا، فبالتالي الكل بهذا الاتجاه. لذلك انا بهدي موضوع اليمن، بهدي موضوع العراق، بهدي موضوع سوريا، اذا ما هديت موضوع لبنان بكون ما عملت شيء، بالتالي انا لروح بالتالي لكون هيدا القائد وهيدا يعني ننطر شو بده يصير يعني بالايام المقبله، ان شاء الله ايام مش اشهر يعني تكون قريبه الحل. انا بدي اشكر مرقت الحلقه بسرعه، اهلا وسهلا فيك الاستاذ المحاضر بالجامعه اللبنانيه دكتور اياد سكريه، الى لقاءات مقبله ان شاء الله. أنا بشكرك لأنه الوقت معك فبالتالي شكراً. أهلا وسهلا، شكرا لكم مشاهدينا لحسن متابعتنا، إلى اللقاء دائما بحلقات مقبلة من نبض بيروت.